السلام عليكم ورحمة الله. ونلتقي ثانية مع يوم الخميس 15/11 لنتكلم عن أنماط الشخصيات: معلم محو الأمية في فصوله يتعامل مع أنماط بشرية مختلفة، وده ناتج عن تباين واختلاف سلوك البشر. وأحيانا كثيرة نجد أن الشخص الواحد يحمل أكثر من نمط واحد، وقد تختلف الأنماط البشرية من وقت إلى آخر. فالفهم الصحيح للنمط البشري يساعدنا في تحديد أسلوب التعامل مع النمط لتحقيق فاعلية ونجاح في التعامل والتواصل. وهنعرض لأهم وأكثر الأنماط شيوعا أو انتشارا، وهذه الأنماط على سبيل المثال لا الحصر، ومنها ومن خلالها هنحاول نعرف مفاتيح كل شخصية من الشخصيات اللي بنتعامل معاها، وفي نفس الوقت هنعرف احنا كمعلمين فين من الانماط دي، وممكن نحققها في عنصرين: هو خصائص عامة وشائعة لكل نمط، واسلوب التعامل مع هذه الانماط لتحقيق افضل تواصل وافضل تعليم وتعلم إن شاء الله. زي ما اتكلمنا إن أهدافنا إن شاء الله تعالى مع بعض، هنشوف إزاي هنتعامل مع أنماط الشخصيات اللي بتقابلنا في أثناء تعاملنا للتعليم مع فصول محو الأمي. الأفكار الرئيسية زي ما قلنا ممكن نصنف البشر في الصفات والخصائص لأنماط وشخصيات مختلفة، وزي ما قلنا قد يحمل الشخص أكثر من نمط واحد، ولا بد من فهم أنماط الشخصيات المختلفة حتى يمكننا أن نستخدم الأسلوب أو الاستراتيجية المناسبة لكل شخص، وده هيفيد معلم محو الأمية ليس فقط في عملك في فصل محو الأمية، وإنما على المستوى الشخصي في التعاملات اليومية. في أثناء عملك ممكن بتستخدم داخل الفصل شفافيات، أقلام، أوراق وخلافه. وإذا تكلمنا عن أنماط الشخصيات أو الشخصيات اللي هتقابلنا، فبيقابلنا في الفصل الشخص الثرثار. وإذا اتعرفنا عليه شخص ثرثار بنلاقي من صفاته أو سماته الشخصية إنه كثير الكلام
ويعيد العرض أكثر من مرة لأفكاره وبشكل مطول، وبيتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أو في خارج الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أثناء الحصة أو أثناء الدرس. الصرصار برضو بيميل لأنه يعمل أحاديث جانبية. الصرصار غير منظم في الحوار. طب إزاي أنت في الفصل هتتعامل معاه؟ في الفصل مع الصرصار أنا لما يتكلم أمام زملائه في الفصل بمدح الحديث بتاعه قدام زمايله، بالتأكيد لما همدحه هيبدأ يسمعني كمعلم ليه، كده أنا أخدت منه بداية الكلام وأخدت منه موضوع الحوار، وأبدأ عن شخص تاني مين من الحاضرين معانا يا جماعة يشتغل. والحاجة التانية ممكن عشان أتعامل معاه برضو وأتجنب إشغاله لزمايله والشوشرة عليهم، إن أنا أكلفه بمهام تفيد الدراسة وتفيد الموقف التعليمي اللي احنا بنشتغل فيه من تعليق لوحات أو رسم لوحة في موضوع الدرس اللي أنا بشرحه، وبعد ما يخلص أشكره قدام زمايله في الفصل. ولما يخرج عن موضوع الدرس في الصرصرة بتاعته مفترض إن أنا بوجهه للكلام أو الحديث في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الشخص الثاني اللي هو المناقش العنيد، العنيد ده متكبر من سماته، حريص، عنيد، أو بيكون حريص دايما على إنه يتكلم، حريص على إنه هو باستمرار عايز يتكلم. من سماته ومن صفاته إنه هو بينفعل أو دائم الانفعال. أفكاره مرتبة، أفكاره مرتبة من سماته ما بيسمعش، لا ينصت جيدا للآخرين، إزاي أتعامل معاه في الفصل؟ كيف أتعامل معاه؟ طبيعي
أثناء المناقشة والحوار أبين له إنه في قد يكون وممكن يكون في اختلاف في الآراء، وهذا الاختلاف في الآراء لا يفسد للود قضية. وإذا اتكلمنا عن المعارض، خالف تعرف، يحب إثبات وجوده دائما، بيشكك في الآخرين، وفي الحوار بيحاول يخلي الجماعة منقسمة على نفسها، ويأخذ الحوار في طريق خارج سياق الموقف التعليمي أو الهدف من الجلسة التعليمية. إزاي أتعامل معاه؟ أنت كمعلم ما تنفعلش، ما تظهرش قلق أو انفعال لما يختلف معك في وجهة النظر. أنا كمعلم لا، ما تقلقش، أنت واقف ما تنفعلش معاه، أو تبين إن في اختلاف في وجهات النظر. اتنين، الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه اظهر الهدف، اذا كان هدف مهاري او هدف معرفي او هدف وجداني من النقطة اللي احنا بنتناقش فيها. نوضح الهدف من الموقف التعليمي اللي احنا بنتكلم فيه، فيبقى احنا حددنا هدفنا من المناقشة واحتوينا المعارضة. 3، الاستعانة بآراء الأفراد المتعاونة والمتفهمة أكيد في الفصل، في ناس مقتنعة وفاهمة إيه اللي بيتم، فبالتالي بنطرح آرائهم وأفكارهم اللي بتحقق الهدف. لما يتكلم المعارض اسمع له كمعلم حتى ينتهي من كلامه، وعلى النقاط اللي تخدم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والهدف اللي احنا عايزين نحققه من الجلسة نبدأ أتكلم في النقاط المتفق عليها، ولا أتعرض للنقاط اللي هو عايز يختلف معانا فيها. في الفصل أثناء التعليم أو أثناء التدريس بيقابلني الشخص الهادي، بيقابلني الشخص الهادي، ومن سماته وصفاته الشخص الهادي إن هو قليل الكلام، يعني ما بيتكلمش كتير، ولكن الأفكار بتاعته مرتبة وفي تسلسل منطقي. تعبيرات وجهه
غير معبرة، الهادي دايما تلاقي تعبيراته لا تظهر ما يبطن، صوته هادي ومنخفض. كيف أتعامل معه؟ إزاي أستفيد من سماته وأطوعها لتحقيق الهدف التعليمي بتاعي؟ إن أنا باستمرار أحاول أوجه له أسئلة في إجاباته وآراءه، أقدر وأعزز وأثني على الأفكار بتاعته باستمرار، وأحاول أساعده في شرح أي نقطة قد لا يفهمها زمايله في الفصل، ومعاه في العرض لغاية ما ينتهي من كلامه أو من عرضه لأفكاره أمام المجموعة في الفصل. من الشخصيات اللي ممكن تكون موجودة معانا في الفصل المسيطر، ودي صفة أو سمة لشخصية صفتها إنه عنده حب الظهور، ودايما فخور برأيه، مثل له رأي يزهو به ويفتخر. يحب ان هو يستحوذ على آراء الآخرين ويفرض رأيه عليهم. ازاي اتعامل معاه واطوع سلوكه وصفته لصالح العملية التعليمية؟ السؤال اللي بيسأله بنعيد صياغته أنا كمعلم بطريقة أو بشكل اللي جاوب عنه هو، وأشجع زمايله اللي في الفصل إنهم هم يجاوبوا على السؤال اللي طرح ويردوا عليه. أكلفه أنا كمعلم عشان أضمن حياده، وسلبيته قد تؤثر على الموقف التعليمي، أحاول أكلفه بمهام أبين له إن المهام ديت اللي أنا مكلفه بيها ذات قيمة كبيرة ومهمة للدرس أو للهدف اللي احنا عايزين نوصل له في الفصل. برضو ممكن تحييد المسيطر بإني أبدأ الحوار والمناقشة في الفصل بترتيب معين، بحيث
ان انا اديله دوره زيه زي بقية زمايله زي بقية الزملاء، يحاور يتناقش يسأل في النظام او القواعد العمل اللي احنا ارسناها في اسلوب المناقشة والحوار في الفصل. بكده ما خلهوش يستحوذ على الفصل ويبدأ يعطل مسيرة المناقشة أو الحوار التعليمي اللي احنا بنديره. ممكن يواجهنا في الفصل من المتعلمين الخجول، ومن سمات الخجول أو شخصية الخجول إن هو لا يشارك، لا يبدي رأي، قد تجده مع نفسه، يعني بنقول منطوي ولا يشارك، لا يبدي رأيه في شيء. في أسلوب التواصل يصعب عليه إن هو ينظر أو يوجه عينه في اتجاه المعلم أو لحد من زمايله. إذا وجهت له الكلام أنت في الفصل أو كلمته أو سألته أو حاولت تحاوره وتناقشه، زي ما بنقول بيتكسف بيخجل، لأنه مش عايز زي المشاركات اللي بتتم، لأنه بيخاف من لفت نظر زمايله ليه، عايز يبقى لوحده، عايز يبقى منعزل. من صفاته برضه لما تحاول أنت كمعلم تشركه في المناقشات أو الحوار مع الجماعة، يبقى متردد في إنه يشارك ومتردد في الكلام ومتردد حتى في كلامه. طب إزاي أتعامل معاه وأخليه إيجابي في الفصل؟ في فصلنا الغير تقليدي اللي هو فصل محو الأمية، بنقول إن إحنا قد يكون إن إحنا بنعمل في مجموعات، وده هيظهر في أثناء إدارة الفصل متعدد المستويات. أدخله في مجموعة ويتم توزيع العمل على أفراد المجموعة، يبقى له مهمة يشارك. لا أركز عليه في الأسئلة، وإنما أوجه سؤال على الفصل كله أو على المجموعة كلها بأسلوب أو بطريقة العصف الذهني من أساليب التعلم النشط، وأتلقى كل الإجابات. بالتالي هو زيه زي زمايله هيجي عليه الدور وهيشارك، ونبدأ نشجعه على المشاركة. أديله سؤال أنا كمعلم واثق إن هو يملك الإجابة عليه ويظهر مقدرته على الكلام والحوار وعرض حتى أشجع لإظهار ما لديه من قدرات
ومهارات وإمكانات. آراؤه لما يعرضها ويكسر حاجز الخجل وهيبدأ يجاوب قلة الموقف التعليمي، يشارك باستمرار، أشجعه وأثني عليه وأرحب بأفكاره وأشجعه وأشكره على المشاركة باستمرار، حتى لو خجل من إن هو يجاوب، إن أنا باستمرار زي المشاركات اللي بتتم بنقول نرفع من سقف المشاركة بتاعته ونشجعه على الكلام باستمرار لكسر حاجز الخجل والكسوف. من الشخصيات اللي هتقابلنا في الفصل المتمسك بآرائه، المتمسك بآرائه من صفاته هو قد يكون عنيد ومتكبر وعنده حرص على رأيه وعلى ما يبدي من أفكار، يصر على أخذ ناصية الكلام، أن يتكلم، حريص على أن يتكلم دائما في كل المشاركات، منفعل ودائم الانفعال، الأفكار مرتبة، أفكاره مرتبة، من صفاته السلبية أنه لا ينصت جيدا للآخرين، إزاي أتعامل معاه في الفصل لضمان فاعلية الموقف التعليمي ولضمان التواصل معاه في الفصل بينه وبين المعلم وبينه وبين زمايله في الفصل، زي ما قلنا إظهار أو أبين له إن الاختلاف في الآراء لا يفسد في الود قضية، إن إحنا ممكن نختلف ولكن في مجالنا إحنا بنتواصل لتحقيق هدف معين. لما أناقشه أبدأ معاه في النقاش والحوار مع النقط اللي احنا بنلتقي فيها، اللي احنا متفقين عليها، باستمرار لو مشترك في مجموعة خليه فرد عادي من أفراد المجموعة، أخليه فرد عادي من أفراد المجموعة، مخليهوش ليدر أو قائد، لا
يكلف بمهام دون القيادة. حاول مع تكرار تمسكه بآرائه وعدم تقبله للآخرين وانفعاله بدون ما أعنفه، بدون ما أعنفه أوجهه إن هو لازم يسمع زمايله، لازم يصبر أو يصبر حتى يسمع الآخرين باستمرار. أوجهه إن هو المفروض يسمع آراء زمايله وآراء الآخرين. شخصية من الشخصيات اللي ممكن تقابلنا في الفصل أو في الحياة، الشخص المجادل اللي بيدعي معرفة كل شيء. من صفاته أنه كثير الكلام، بيتكلم كثير، في الحوار لا يراعي الدور، لا يراعي النظام، ولكن يسبق في الحوار. في المناقشة والحوار بيجادل بدون سند أو أساس علمي، يجادل من أجل المجادلة. متمسك بآرائه، باعتقاده أنه هو الصح. كيفية التعامل معه؟ أنا كمعلم في الموقف التعليمي مطلوب مني ان انا اكون متمكن ومحضر نفسي كويس لموضوع اللي انا هتكلم فيه في الفصل، وملم بكل ابعاده. انا كمعلم باستمرار أنا اللي بوجه المجموعات كقائد للمجموعات في المواقف التعليمية المختلفة، أو في المواقف أثناء إدارة الفصل أو أثناء الحوار والمناقشة. لابد إن أنت كمعلم تبقى أنت القائد والموجه ومدير الحوار والمناقشة ومنظم للعمل داخل الفصل. مجادل بيقاطع، كثير كلام، يسبق في الحوار، يجادل بدون أساس علمي، يتمسك بآرائه لتحييده ولضمان عدم تعطيله لمسيرة العمل داخل الفصل، عشان أنطلق معه ومع زمايله وأضمن إن هو يكف عن المجادلة. وجه لي سؤال قد يعجز عن الإجابة عليه، أو سؤال من الصعوبة بأنه لا يجد
له إجابة، وأطلب منه إن هو يجاوبني في وقت تاني، أطلب منه إن هو يجاوبني في وقت تاني. ده بالنسبة للمجادل. من الشخصيات اللي بجدها أو بتقابلني في الفصل الشخص المتردد، ومن صفاته كسمات ليه إن هو يفتقر إلى الثقة في نفسه، غير واثق من نفسه. استمرار بتلاقيه قلقان ومتخوف، مرتاب وقلق، يعني قلقان، عنده قلق وعنده خوف. عندما تعرض مشكلة لتدريبه أو لتعليمه كيفية اتخاذ القرار لحل مشكلة، يجد صعوبة في إن هو يتخذ قرار لحل الموقف اللي تعرض ليه. ده بيبقى من سماته إن هو يسهل تهديده بكلمة أو بإشارة أو بإيماءة، يسهل تهديده. كيفية التعامل معه؟ أثناء الحوار وأثناء المناقشة في المواقف المختلفة في الفصل، عندما يتكلم ويدلي بآرائه وأفكاره بطريقة سليمة، أنت كمعلم تبني وتبدأ تتكلم وتعزز وتدعم أفكاره الصحيحة اللي اتكلم فيها، وتثني عليه لزرع الثقة بينك كمعلم وبينه كمتلقي أو كمتعلم. يتم صياغة مواقف تعليمية مختلفة تحتاج إلى اتخاذ قرار فيها، ويتم تدريبه على كيفية اتخاذ القرار السليم العلمي من خلال افتراض مواقف لمشكلات معينة وطرحها على المجموعة وطلب إبداء الرأي منه واتخاذ القرار منه لحل مثل هذه المشكلة. من الشخصيات التي قد نتعامل معها في الحياة أو في الفصل، الكسول، ومن صفات وسمات شخصية الكسول أنه مستمع جيد، يسمع، يجيد الاستماع، كسلا يتجنب الإجابة على أسئلتك كمعلم، مش عايز يجاوب على الأسئلة ولا يشارك، يتجنب الإجابة ويتجنب المشاركة، كسول. عندما يطلب منه
المشاركة أو عرض أفكاره، يأخذ وقت كبير حتى يشارك أو حتى يجيب، لا يبادر من نفسه للمشاركة في الحوار أو المناقشة، لا يبدأ هو بأن هو يشارك، لا يبادر من نفسه ولا يبدأ بالمشاركة في أي حوار أو في مناقشة في أي موقف من المواقف داخل الفصل. كيفية التعامل معه لضمان الاستفادة من المواقف التعليمية المختلفة داخل الفصل، أصبر عليه حتى إيه يجيب، أصبر عليه حتى إيه يجيب، استناه واصمت حتى يكمل إجابته. حتى ينجز في وقت أو في الوقت المسموح به، ولا يطيل ولا يضيع الوقت. حدد له أنت كمعلم وقت معين لإنجاز مهمة معينة، حدد له وقت معين لإنجاز أو لأداء تكليف معين، وفي نهاية الوقت اطلب منه النتيجة، ومرة في مرة هيشارك بالمعدل المطلوب منك كمعلم ان هو يشارك به، ولا يعطل سير العملية التعليمية او الموقف التعليمي، ولا يؤثر على المشاركين معكم في الفصل. بكده نبقى تعرضنا لأنماط الشخصية اللي ممكن تقابلنا في الفصل بتاعنا أو في حياتنا، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا شيء يسير لصفات هذه الشخصيات وسماتها، وازاي نتعامل معها لتحقيق اكثر واكبر فاعلية داخل الفصل، للوصول بالعملية التعليمية لتحقيق الأهداف المطلوبة دون معوق، وبمشاركة كل المتعلمين. أشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن المشاركة، ونلتقي دايما ودوما على خير، وكل عام وأنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.